بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة في لقاء جديد من برنامجكم عناوين. نلتقيكم مجددا لنستعرض أبرز الأخبار المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى قراءة لمختلف التقارير والمقالات. والبداية استعراض لأبرز عناوين اليوم. منتخبنا الوطني الأول يعود لمشواره الآسيوي عبر بوابة بوتان. لوهيبي يؤكد بأن اتحاد الكرة تجاوز المعوقات وسيبدأ تطبيق خطط التطوير. الأبيض الإماراتي يرفع شعار التحدي لإسقاط الساموراي الياباني. العنابي يتمسك بحلم المونديال الروسي أمام البعبع الإيراني، ولا بديل سوى الفوز. والمانشافت الألماني يطيح بالإنجليز، ولوكاس بودولوسكي قال الوداع. أهلا بكم. والبداية بالصحف المحلية، حيث واصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية استعدادا لتدشين مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة في 2019، حيث يستضيف منتخبنا منتخب بوتان يوم الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات فلسطين والمالديف وبوتان. صحيفة عمان تابعت لتعنون: المنتخب الوطني يكتمل بدرا ليصطع في ليلة بوتان. وأدى المنتخب صباح أمس مرارا في الصالة الفرعية بمجمع بوشر، ركز خلالها الجهاز الفني على تدريبات متنوعة بغرض تحسين معدلات لياقة اللاعبين والوصول للجاهزية المطلوبة للمواجهة الآسيوية الأولى التي يدخلها الأحمر بشعار الفوز وكسب أول 3 نقاط في رصيده، حتى يحقق طموحاته بالحصول على المركز الأول في مجموعته، ومن ثم ضمان مقعده مع كبار القارة في المونديال الآسيوي. نبقى مع أخبار المنتخب الوطني، حيث ينضم اليوم قائد المنتخب والحارس الأمين على الحبس للتدريبات بعد أن انتهت الراحة التي منح له الجهاز الفني بطلب منه لظروف خاصة بعد أن وصل السلطنة مع بداية تجمع الأحمر استعدادا للمباراة. صحيفة عمان احتفت بعودة الأمين لتعنون: الحارس الأمين يعود ويتولى القيادة. وتعتبر مشاركة الحارس الدولي على الحبس في التدريبات إيجابية في نظر الجهاز الفني الذي يسعى للاستفادة من خبراته في ظل وجود بعض اللاعبين الشباب الذين يحتاجون للاعب بقيمة وخبرات الحبس. ويتطلع الحارس الأمين لتقديم نفسه بشكل طيب، يؤكد على أنه من طينة اللاعبين الذين يصنعون الفارق الفني في التشكيلة ويملكون مستويات فنية كبيرة تدعم الطموحات الكبيرة. التحضيرات للقاء الأحمر على قدم وساق. فقد قام اتحاد الكرة بإعداد كافة الترتيبات لضمان المساندة الجماهيرية المطلوبة، وهذا ما أكدته أيضا صحيفة عمان لتخرج بعنوان: اتحاد الكرة يدعو الرؤساء السابقين والقيادات لحضور مباراة بوتان. جاءت مبادرة اتحاد الكرة تحت شعار معا ندعم الأحمر للتأكيد على أن المسؤولية جماعية والهم مشترك عندما يتعلق بمسيرة المنتخب الذي يمثل الوطن ويدافع عن سمعته الكروية في المحافل الدولية. وتمثل مبادرة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سالم لوهيبي جملة من المعاني التي يسعى الاتحاد لترسيخها خلال دورته التي تقوم على ضرورة التعاون، وفي الوقت نفسه التعبير عن التقدير والشكر والوفاء لكل الذين تحملوا مسؤولية العمل في الاتحاد وبذلوا الجهد من أجل إبراز الكرة العمانية عبر النجاحات والانتصارات. انتظرت صحيفة عمان ستة أشهر على تسلم رئيس اتحاد الكرة سالم لوهيبي مهامه لتجري أول حوار صحفي تناولت من خلاله أبرز التحديات التي واجهت الاتحاد في الوقت الذي وضح فيه لوهيبي أبرز المحطات التي مر بها الاتحاد في الأشهر الست الماضية من خلال النقاط التالية. نتابع. الاستقالات والسيولة المالية من أبرز التحديات وهم كبير جدا، فقد استلمنا الاتحاد في الربع الأخير من العام والسيولة المالية المتوفرة كانت غير كافية لتسيير أمور الاتحاد ومسابقاته وأنشطته، خاصة وأننا في معمعة الموسم والأندية من جانبها تشكل ضغطا وتطالب بمستحقاتها المالية. وجاءت استقالة الأمين العام وبعض الموظفين في توقيت حرج مع بداية عمل المجلس، وسبب لنا ارتباكا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى
ثم بتعاون وتكاتف إخواني أعضاء مجلس الإدارة أن نتجاوز صدمة البداية بالعمل والاجتهاد وعدم القفز فوق الواقع والعمل وفق رؤية واضحة بما لا يؤثر على سير العمل، وأن تبقى برامج الاتحاد والأنشطة كما كانت بدون مساس بها حسب الرزنامة المعتمدة مسبقا. المديونية كانت هاجسا كبيرا، وللتوضيح فهي 1,600,000، وحاولنا التغلب قدر المستطاع عليها وسددنا بعض الديون للشركات والفنادق والمنتخبات الوطنية، وسددنا مستحقات الأندية بالكامل عن الدور الأول للدوري وما نسبته 35% من مستحقاتها السابقة. واستطعنا أن يكون هناك توازن في المصروفات وبما لا يؤثر على البرامج التطويرية في الاتحاد في ظل المطالب المالية الكبيرة، ومنها 300,000 للمنتخبات الوطنية و 157,000 ريال للقضايا المرفوعة على الاتحاد في المحاكم. جميع الاستقالات التي تمت في الاتحاد جاءت بمحض رغبتهم وإرادتهم، وهو بكل تأكيد أثر على العمل حتى نجد البديل، كما أن هذه الاستقالات ستكلف الاتحاد 250,000 ريال عماني وفق عقودهم، ونعكف حاليا على دراسة الهيكل الإداري والتنظيمي في الاتحاد وتقييم الخبرات الفنية والإدارية، ولسنا مستعجلين في الوقت الحالي لاتخاذ قرارات إلا بعد أن تتضح كل الملامح وفق الدراسة التي تجري الآن. استكملنا الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات وأصبحت برامجها واضحة وفق ما قدمته الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات، وطموحاتنا كبيرة خلال المرحلة القادمة بأن تظهر منتخباتنا بالصورة الإيجابية، وسنقدم لها كل الدعم والرعاية والمساندة من معسكرات ومباريات وتجارب ودية حتى تصل لمرحلة قادرة أن تعيد الهيبة للكرة العمانية. من بداية حملة الانتخابية أبلغت الأندية أنني في حاجة إلى نواب فاعلين قادرين على تحمل المسؤولية وأن يتولى كل منهم ملفا من ملفات الاتحاد، وفعلا تم إسناد مهمة المسابقات إلى النائب الأول والمنتخبات الوطنية إلى النائب الثاني، والمجلس على علم بما يتم في هذين الملفين. بدورها دافعت صحيفة الشبيبة عن اتحاد اللعبة أيضا في ظل بعض الانتقادات التي وجهت إليه، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه: اتحاد الكرة يضع النقاط على الحروف. والغريب في المادة التي نشرتها الصحيفة أنها لم تسند إلى شخصية رياضية أو متابعة لعمل الاتحاد، حتى أنها لم تتضمن اسما للكاتب، فلا يمكن تصنيفها كمقال أو كتحقيق أو كخبر. ومن أبرز ما سطرته الصحيفة قولها: تعامل الاتحاد بواقعية مع متطلبات الأندية المالية بدون أن يعطي وعودا هلامية في إشارة منها إلى الاتحاد السابق. وإلى صحيفة الرؤية، فقد قلب المعتصم البوسعيدي في مقاله المنشور على صفحاتها أبرز الأحداث الرياضية في الأشهر الثلاث الأخيرة وما حملتها من أخبار مشوقة ونتائج مثيرة. أبرز ما جاء في مقال البوسعيدي نقرأه لكم من خلال هذا التقرير. تصل بنا الأيام إلى مشارف نهاية الشهر الثالث من العام الحالي 2017، عام رياضي بداياته تنبئ بدراما مليئة بالشهد والدموع، فيها نهاية مسلسلات طال بها الأمد بين الأسف عليها واللا أسف، وفيها تفاصيل من طول الغيبة جاب الغنائم. ومع هذا وذاك نقف متأملين متبصرين في أحوالها، والعبرة بأي حال دروس تجربة وانقضاء تاريخ، والكيس من فطن لها. 20 عاما لم تكن كافية لفينغر كي لا يشاهد الجمهور الذي عاش جل عمره بين ظهرانيهم وهم يلوحون بطلب مغادرته بيت المدفعجية. الأرسنال منذ عهد كعازف الناي الذي لا يطرب الحي، يقدم إيجابية في الأداء وسلبية في الألقاب، وتراه في كل عام منطلقا لبستان الثمار اليانعة لكنه لا يستطيع قطافها وقت الحصاد، فتتعاظم الحسرات مع الأمنيات. ولأن للصبر حدود، فقد بات مصير المدرب التاريخي على كف عفريت، خاصة بعد نتائج مارس الكارثية. كلنا يذكر حادثة النادي البرازيلي شابي كوينسي ووفاة 71 من أعضاء النادي، نجا منهم 6 فقط. مشهد العودة لم يقل ألما عن مشهد الفقد، فقد عاد الفريق إلى أجواء المباريات الرسمية بذات القمصان وب 26 لاعبا جديدا، ولا أعتقد أن النتائج الحسابية مهمة عند جماهير النادي والمتابعين من كل أنحاء العالم بقدر تلك الحياة التي استعادت ذكرى الراحلين
وعلى طار النتائج الحسابية وفي مشهد محلي مختلف، حققت رياضة المرأة العمانية في الدورة الخامسة لرياضة المرأة الخليجية بالدوحة 36 ميدالية ملونة، بينها 10 ذهبيات و9 فضيات و17 برونزية، لتحتل السلطنة المركز الرابع. وحتى لا نجمل الصورة أكثر من حقيقتها، فالمركز الرابع يا عزيز القارئ هو نفسه المركز الأخير بحكم مشاركة 4 دول فقط في الدورة. أخيرا ولزاما علي أن أقف مع تاريخ 28 من يناير لعام 2017، حيث نهائي كأس العالم العسكرية الثانية وفوز المنتخب العسكري بالبطولة، والأهم من ذلك الفوز كان ذلك الحضور الجماهيري الرائع الذي غصت به مدرجات مجمع السلطان قابوس ببوشر. جماهير تنفست رائحة الفوز واستطعمت لذة الانتصار، وهي تتوق اليوم إلى تاريخ جديد هو 28 من مارس القادم، الموعد المرتقب لعودة المنتخب الوطني الأول الذي سيخوض غمار التصفيات الآسيوية، عودة ستكون بثوب إداري وفني جديد يترقب الجميع طلته. ومهما كان السواد يغطي واقعنا الكروي، سنظل نتمسك بالأمل ونستشرف الضوء علّه يأتي من عتبات مارس الملوح بكفوف الوداع. أسفرت مباريات الجولة الثالثة من ختام منافسات نهائيات الدور الأول من دور عام السلطنة لكرة السلة للرجال، أسفرت عن خطف السيب لصدارة الترتيب العام من نزوة بعد فوزه الثامن والصعب على الثاني بنتيجة 79-73. صحيفة عمان عنونت في هذا الموضوع بقولها: السيب يعود للواجهة ويخطف الصدارة من نزوة وأهل سداب يبعثر أوراق الاتفاق. وانتزع أهل سداب فوزا مثيرا من الاتفاق في آخر ثواني المباراة عندما فاز بنتيجة 68-67، وبهذه النتائج تربع السيب على عرش الترتيب العام بعد الجولة الثالثة برصيد 15 نقطة، فيما جاء أهل سداب في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وتراجع نزوة للمركز الثالث رغم تساويه في الرصيد ب14 نقطة، لكن فارق المواجهات المباشرة رجحت كفة أهل سداب، وبقي الاتفاق في المركز الرابع برصيد 11 نقطة. بحضور السيد منذر بن سيب بن حمد البوسعيد رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية وسعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى، اختتمت ثاني مسابقات الجائزة الكبرى لقفز الحواجز لهذا الموسم. صحيفة عمان تابعت الختام لتعنون: الخيالة السلطانية تتوج بالفئة باء بمسابقة الجائزة الكبرى لقفز الحواجز بالرحبة. ودعا السيد منذر بن سيب بن حمد البوسعيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني الفروسية فرسان وفارسات قفز الحواجز إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء في هذه الرياضة، مؤكدا على متابعته المستمرة لهم من أجل تحفيزهم وتشجيعهم، وقد وعدهم ببذل المزيد من الدعم لهذه الرياضة الأولمبية، وسيكون هناك مفاجآت كبيرة خلال نهاية الموسم الحالي. الأوقات
أهلا بكم مجددا. ننتقل بكم الآن إلى الصحافة العربية ونبدأها من الكويت، حيث عاد إلى الكويت أمس الأول الشيخ طلال الفهد الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة، قادما من رحلة العلاج التي قضاها في لندن. الفهد حظي باستقبال كبير رصدته صحيفة القبس لتعنون استقبال حافل لطلال الفهد، وقوبل الشيخ طلال الفهد باستقبال حافل وبهيج محاطا بالجموع الغفيرة التي امتلأت بصالة التشريف والتي اكتظت بمستقبليه، مما أدى إلى زيادة الازدحام والتدافع، اضطر خلالها المنظمين إلى إخراجه من الصالة حفاظا على صحته. وحرص الشيخ طلال الفهد على مصافحة جميع الحضور قبل أن يغادر صالة التشريفات. ونبقى في الكويت، حيث نقلت صحيفة القبس تمنيات جماهير العرب في التخلص من إدارة النادي التي فشلت في جلب أي إنجاز أكثر من 14 عاما على حد قولها. نتابع. يتساءل كل محب للقلعة الخضراء، هل هناك طائرة تقلع بمجلس إدارة العرب بتذكرة تنوي لتريح جماهير النادي من هذا الإخفاق الكروي الذي يعانيه بسبب سوء الإدارة؟ هذه الطائرة تذكرنا بابتكار جماهير نادي أرسنال الإنجليزي قبل أيام للاعتراض على استمرار المدرب الفرنسي للفريق أرسن فينجر في تدريب الجانرز في المواسم المقبلة، من خلال إبداء اعتراض على المدرب بلوحة كبيرة علقت في طائرة طافت حول ملعب الإمارات خلال مباراة الأرسنال وويست بروميتش ألبيون التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف. فقد ارتأت جماهير النادي أن المدرب حصل على فرصته كاملة ولم يحقق المردود المطلوب خلال ترأسه للجهاز الفني هناك، حيث كان آخر لقب توج به الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج في موسم 2003-2004، ليغيب الفريق عن منصة التتويج للبطولة الأقوى عالميا من وجهة نظر البعض لقرابة 13 سنة. اكتفى خلالها المدرب بتفاخر بحجزه مكانا دائما في دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. وفي ربط الأحداث المحلية مع نظيرتها الخارجية، وفي ظل اعتراضات الجماهير العرباوية على أداء مجلس إدارة النادي قرابة 14 سنة، لم يتوج خلالها الأخضر بلقب الدوري الممتاز المحلي، بالإضافة إلى إخفاق النادي في معظم الألعاب الجماعية التي غاب فيها الفريق أيضا عن منصات التتويج بالشكل المطلوب لجماهير الأخضر العريق صاحب التاريخ الكبير الذي فقد الزعامة بعد أن أقصاه الغريم القدساوي على المركز الأول محليا، محققا اللقب 17 للدوري مقابل 16 لقبا اكتفى بها الأخضر في مسيرته بالبطولة. جمهور العربي استنفد على ما يبدو كل خطوات الاعتراض والمطالبات برحيل إدارة النادي، سواء في مدرجات الملاعب المختلفة أو أمام مقر إدارة النادي عقب إخفاق أي من الفرق في لقاءات القمة أو اللقاءات الحاسمة للألقاب. الجمهور العرباوي يبدو أنه في حاجة إلى طائرة مماثلة لطائرة الأرسنال التي واجهها أيضا طائرة أخرى من مؤيدي استمرار المدرب في مهمته، إلا أن الأخير ربما لم يتواجد في أجواء استاد صباح السالم. انتهى اللاعبون السعوديون من الإعداد الكامل لملاقاة مستضيفهم التايلندي في مباراة وصفت بأنها مفترق طرق حقيقي وسط حسابات التأهل عن القارة الآسيوية إلى مونديال موسكو 2018. صحيفة الرياضية قدمت المواجهة تحت عنوان قالت فيه من بانكوك: يترقب السعوديون أضواء موسكو. ففي الوقت الذي حشد منتخب الأفيال الآسيوية قواه وأسلحته لمواجهة الاختبار الصعب، ممنين الأنفس بتكرار ما فعلوه أمام بطل آسيا أستراليا الذين تعادلوا معه بنتيجة إيجابية 2-2، لتمثل تلك المواجهة دفعة معنوية كبيرة قد تلقي بظلالها على تركيبة المباراة الملتهبة. ويضع الهولندي مارفيك مدرب المنتخب السعودي آمالا عريضة على انتزاع نقاط المباراة، واصفا إياها بواحدة من أهم اللقاءات في تاريخ الأخضر السعودي. ومن الأخضر السعودي إلى الأبيض الإماراتي الذي يستضيف المنتخب الياباني وعينه أيضا على مونديال موسكو 2018. صحيفة الاتحاد أكدت جاهزية منتخب بلادها لتعنون حلمنا إيا الأبيض، ويرفع الأبيض صاحب المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط خلف السعودية 10 نقاط واليابان ب10 نقاط واستراليا ب9 نقاط، يرفع شعار التحدي من أجل الفوز وتكرار نتيجة مباراة الجولة الأولى في الدور الحاسم أمام الساموراي 2-1
في ملعب سايتاما في الطريق نحو رفع رصيده الحالي إلى 12 نقطة قبل مواجهة أستراليا على ملعب الأخير في سيدني الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة والتي يستضيف فيها اليابان نظيره منتخب تايلند. وإذا ما تخلص المنتخب الإماراتي من ضيفه الياباني فهو سيكون بذلك قد قطع شوطا مهما لحجز بطاقة الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى موسكو العام المقبل. ومن الأبيض إلى العناب، حيث تنتظر المنتخب القطري مهمة صعبة أمام نظيره الإيراني، حيث يعتبر هذا اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة للعناب إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة لحجز بطاقة التأهل. صحيفة الراية تابعت لتعنون نقاط إيران تعيد الاتزان، ويبحث العناب اليوم عن تسجيل بداية جديدة مختلفة عندما يواجه نظيره الإيراني على ملعب البطولات استاد جاسم بن حمد بنادي السد عند الساعة 7 مساء، وذلك ضمن الجولة السادسة وهي الأولى من مرحلة الإياب في منافسات المجموعة الأولى لتصفيات الحسم الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم بروسيا 2018. تعجب إياد الصالحي ممن هاجموا المدير الفني السابق للمنتخب العراقي البرازيلي زيكو رغم انضباطيته، في حين تغاضوا عن هفوات المدير الفني العراقي الحالي راض شنيشل، وذلك في مقاله المنشور على صفحات المدى. واقعيا ومن دون دوران مستهلك للجهد والتفكير حول نقطة بديهية، فإن مصير أسود الرافدين لا يسر حتى الأستراليين أنفسهم ورمى جولة باص. القوة التي عرفوها عن الأسود قبل سنوات في عهود عدنان حمد وجوربان فييرا وسيدكا غير في زمن زيكو وحكيم شاكر وراض شنيشل بسبب عملي إنهاء خدمة جيل آسيا 2007 من دون تهيئة بدائل بالتدرج، وإرهاصات التوأم التكتيكية بين الجيل مونديال الشباب 2013 واللاعبين المحترفين في أمريكا وأوروبا وما أفرزتها من ضغينة وتمرد. لذا فإن راض شنيشل اليوم نال دعما إعلاميا كبيرا في طروحات الإعلام، وهو الدعم نفسه سابقا إلا أنه لم يستشعر به لانهماكه في تنفيذ هذا الرأي كونه مشبوها وتبرير تصريحه سيء التوقيت بشأن بناء المنتخب. عليه أن يتفرغ لكيفية انتقاء التشكيل الأمثل لانتزاع أهم ثلاث نقاط تعيد الأسود إلى محطة الانتظار ثانية ترقبا لجولات أخرى يأملون فيها موصلة حصد نقاط الفوز عساها تقربنا من نيل نصف بطاقة مؤجلة في ذمة الملحق. ليس مهما أن يجرب شنيشل عناصر المنتخب المستقرة منهم المتحركة بضوء رؤيته لمدى صلاحية كل لاعب، لكن عليه مراعاة ملاحظتين: الأولى عدم اطمئناننا على واجبات خط الدفاع الذي تسبب بفقدان نقاط ثمينة نتيجة التهور في ضرب المهاجم كما حصل للسعودي نواف العابد استغلها مرتين محققا فوزا ثمينا لبلاده. والملاحظة الثانية: برغم أن شنيشل عمل مع المنتخب في أمم آسيا 2015 وكذلك في التصفيات الحالية منذ آب 2016 إلا أنه أخفق بشكل غريب في منح الثقة لمهاجم بارع يسد شاغر المهاجم الكبير يونس محمود بتأثير شخصيته وتعاونه واقتناصه الأهداف، وهي مهام لا يمكن التكاسل بها أسيما أن علاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم وحمادي أحمد أخذوا فرصا مهمة في المنتخب وقدموا العطاء المطلوب، لكنهم أبدا لم يحمل أي منهم صفة المهاجم السوبر الذي يفرض نفسه فضلا عن تغريبهم الأنانية أحيانا في أسلوب اللعب، وينبغي تجاوزها لمصلحة المنتخب وحفاظا على أنصاف الفرص من الضياع. لن نتوقع انقلابا جوهريا في خطط الأسود لمرحلة الإياب طالما أن المدرب كان بعيدا عنهم عمليا منذ تشرين الثاني الماضي حتى لقاء إيران الودي قبل أيام، أي ما يقارب الأربعة أشهر، وهي مدة طويلة يصعب هضم مبررات المدرب بعدم استغلالها بإجراء حصة تدريبية واحدة في الأسبوع مثلا، بينما كانت الدنيا تقوم ولا تقعد لعدم تواجد البرازيلي زيكو في بغداد إلا ما ندر للغرض ذاته. فلماذا هذه الازدواجية في فرض الالتزام واحترام العقد على الأجنبي والتساهل مع الوطني؟
ونبقى مع أسود الرافدين الذين اختاروا أرض إيران مسرحا للقاء المنتخب الأسترالي وكلهم عزم على رد الكنغر خاسر وإضافة نقاط ثمينة لرصيدهم. صحيفة المدى العراقية أكدت جاهزية منتخب بلادها لتعنون الأسود يسعون للثار من الكناغر لإنجاز أول المعابر. ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد مرحلة يريدها انتصار أسود الرافدين للنسيان، منتظرين أن يفتح منتخب بلادهم صفحة جديدة مع انطلاق مرحلة الإياب وأن يسطر في بدايتها الثأر من المنتخب الأسترالي الذي تغلب على العراق بهدفين دون مقابل في ذهاب البطولة. عندما يسقط الثور تكثر سهامه، بهذا المثل الشعبي الجزائري استهلت صحيفة الشروق عنوانها متناولة انقلاب رئيس الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي الجزائري مراد مازار، انقلب بنحو 180 درجة على الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة الذي وضعه ضمن مثلث الفساد الأفريقي. تفاصيل أكثر من خلال القراءة في هذا التقرير. في بيان صادر عن الهيئة الدولية لمحاربة الفساد في المجال الرياضي، أبدى مراد مازار ابتهاجه بمساهمة المنظمة التي يترأسها في سقوط رؤساء الفساد على مستوى الكرة الإفريقية، ويتعلق الأمر حسبه بكل من رئيس الكاف المهزوم عيسى حياته والحكم الغاني جوزيف لامتي الذي تم إيقافه أول أمس من طرف الفيفا من ممارسة أي نشاط له صلة بعالم كرة القدم، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة. وجدد الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي من خلال بيانه التأكيد بأنه كان وراء التحقيقات التي استهدفت ما وصفه برأس الفساد الكاميروني عيسى حياته، معتبرا بأن منظمته كانت تنبأت بدنو موعد سقوطه، حيث جاء في البيان: لقد أكد الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد عشرات المرات أن سقوط الدكتاتور سيكون على يديه قبل نهاية عام 2017، وقد كان ذلك قبل أسبوع من الآن بعد أن سقط لصالح المدغشقري أحمد أحمد، ومثل سقوطه ضربة قاضية لأوكار الفساد الإفريقي. إلى ذلك أشار البيان بأن عمل الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي شمل أيضا جانب التحكيم الإفريقي من خلال التنديد بما يحدث داخل الملاعب من تجاوزات وأخطاء قاتلة حولت الرياضة إلى مسخ مشوه، ولم يكترث كاف لحديث المنظمة لتأتي الضربة القاضية من الفيفا بإيقاف الحكم الغاني جوزيف أودارتي لامتي من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي مدى الحياة. في الأخير اعتبر بيان المنظمة الدولية بأن نهاية مثلث الفساد بالكرة الإفريقية تجسد في محمد روراوة من هرم السلطة الكروية في الجزائر، مثل الفساد انتهى أيضا بسقوط الجزائري محمد روراوة في الانتخابات الأخيرة لصالح خير الدين زاتشي. وكان الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي قد وضع للكرة الجزائرية مساحة كبيرة من الاهتمام، خصوصا وأنها شهدت العديد من الأحداث الساخنة على مستوى المنتخبات والأندية. ونبقى في الجزائر أيضا، حيث ينتظر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ترسيم وتعيين رئيسه الجديد خير الدين زطشي ومكتبه التنفيذي من طرف الاتحاد الدولي للعبة الفيفا بعد أن أبلغ الفاف مسؤول الهيئة الدولية حول الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة وفوز زطشي بها بعد أن كان مرشحا وحيدا لخلافة الرئيس المنتهي عهدته محمد روراوة. صحيفة الفجر تناولت الخبر في عنوان جاء فيه الفاف تنتظر الاعتراف بزطشي رئيسا لها من طرف الفيفا. فحسب الموقع الرسمي للفيفا فإن رئيس الفاف محمد روراوة على الورق إلى غاية الآن، غير أن موقع الفيفا قد يغير بياناته بناء على مراسلة الفاف الأخيرة بعد التأكد من شرعية الانتخابات وحقية خير الدين زطشي في قيادة سفينة الفاف. ولم يرسم الفيفا تعيين خير الدين رئيسا جديدا للاتحاد، حيث يسعى الفيفا من أجل التحقق من شرعية الانتخابات التي جرت الاثنين الماضي بالمركز الفني لسيد موسى بالعاصمة بعدما عرفت بالعديد من التجاوزات حسب الصحيفة. We'll be right back.
يكتمل، ولا بد للإبداع أن يرسم. يرسم الكرة تدخل، يعني تدخل، تروح يعني تروح. صفات المهاجم المتحدي العاشق للشباك. الله على الهدف الذي يسجل في آخر الأوقات. مرحبا بكم مجددا، وإلى جولتنا في الصحافة العالمية نفتتحها من اللقاء الودي الكبير الذي جمع المنتخب الألماني بنظيره الإنجليزي. ففي الليلة الوداعية الكبيرة التي حظي بها نجم المانشافت لوكاس بودولوسكي، قاد بودي المانشافت لتجاوز العقبة الإنجليزية بهدف نظيف. الصحف الألمانية تغنت بالنجم لتعنون بودولي كما هو، حيث ودع بودولوسكي مشواره مع المانشافت بأجمل السيناريو بعدما خطفت صاروخيته رائع الفوز على ضيفه الإنجليزي 1-0 بتسديدة صاروخية في السيجنال إيدونا بارك في مباراة دولية ودية. وقالت الصحيفة النجم حتى في ليلة اعتزاله لا يزال متلألئا بعد أن دون هدف لتاريخ اللاعب مع المنتخب. بدورها صحيفة التلغراف أبرزت الليلة الرائعة للنجم الألماني لتكتب في عنوانها: بودولوسكي مثالي. وقالت الصحيفة: يا لها من ليلة لا تنسى لبودي، حيث ختم مشواره مع الألمان بهدف للذكرى وفوز معنوي لرجال يوخيم لوف قبيل معترك التصفيات العالمية، قبل أن تعرج الصحيفة إلى الهزيمة الأولى لمنتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة المدرب الجديد غاريث ساوثغيت. من ألمانيا إلى الأرجنتين، فوسط أجواء من القلق وضغوط هادئة على اللاعبين بسبب تخوفات الجماهير من غياب الفريق عن نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، يسعى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في منتخب التانجو إلى الرد بأفضل طريقة قبيل المعترك المنتظر في المونيمونتال أمام منتخب تشيلي، وتوجيهه برسالة شديدة مفادها كأس العالم لا يحلو بدون الأرجنتين. صحيفة أوليه أشارت إلى أهمية اليوم في حسم اللقاء لتعنون قائلة: هو من سيجعلنا نضحك، حيث يدرك التانجو بقيادة البرغوث جيدا ضرورة حصد النقاط الثلاث لهذه المباراة من أجل إنعاش آمال الفريق في التأهل للنهائيات التي تستضيفها روسيا منتصف العام المقبل، لأن أي نتيجة أخرى سوى الفوز تعني ابتعاد الفريق خطوة جديدة عن النهائيات في ظل المنافسة القوية التي تشهدها التصفيات. وأبرزت الصحيفة دور ميسي المنتظر في ترجيح كفة الأرجنتين على حساب الكابوس التشيلي بعد الإخفاق أمامهم في نهائيين في بطولة كوبا أمريكا. وقالت أوليه: حان وقت ميسي لإسعاد الأمة الأرجنتينية، فهو قادر على رسم البسمة والضحكة على شفاههم. إلى إسبانيا، فقد أبرزت صحيفة الموندو عبر غلافها الصادر اليوم تقديم برشلونة لعرض مغري من أجل ضم لاعب وسط ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو في صيف العام المقبل مع انتهاء تعاقد اللاعب مع الفريق الملكي. الصحيفة أبرزت التخوف الكبير من قبل إدارة النادي المدريدي من رحيل الجوهرة بالمجان للبرسا لتعنون قائلة: توتر بسبب إيسكو. وقالت الصحيفة: داخل أروقة النادي الملكي هناك شعور بالقلق من أن ينتهي وضع إيسكو معهم بالانتقال إلى البرسا مجانا. وكشفت الصحيفة أن هناك مكافأة مجزية وعد بها برشلونة إيسكو حال تعاقد معه بصورة حرة في عام 2018 إثر انتهاء عقده مع الريال، حيث رصد مكافأة تقدر ب 20 مليون يورو يتقاضاها اللاعب حال وافق على الانتقال للنادي انتقالا حرا لصفوف البلوغرانا. بعد هذا الخبر مشاهدينا الأحبة، ننتقل بكم إلى كاريكاتير اليوم والذي اخترناه لكم من الجزيرة السعودية والأيام البحرينية.
ختاما، انتهت مسيرة المهاجم الألماني لوكاس بودولوسكي مع منتخب بلاده بشكل رسمي بعد خوضه المباراة الأخيرة له بقميص المانشافت في المباراة الودية أمام إنجلترا التي انتهت بفوز بلاده بهدف نظيف سجله بنفسه. هي أجمل نهاية لمسيرة لاعب، جماهير وفية ضاقت بهم المدرجات، خصم قوي وبكامل جاهزيته في يوم من أيام الفيفا، وهدف قمة في الجمال لنجم سطع في سماء العالم. نتخيل الأطفال الألمان وهم يشاهدون هذا التكريم لنجم رسم السعادة على شفاه كل عاشق للمانشافت، ونتخيل الأثر الكبير الذي سيتركه مثل هذا التكريم في نفوسهم ليكون حافزا لهم للسير على خطى هذا النجم. جاء هذا التكريم في الوقت الذي ما زلنا ننتظر أن نشاهد له مثيل على ملاعبنا التي ودعها بصمت كلا من هاني الضابط ومحمد ربيع وبدر الميمني وفوزي بشير، وقس على ذلك آخرين، فهم من ينطبق عليهم قول المتنبي: من على قدر أهل العزم. لكننا لم نجد حتى اللحظة من ينطبق عليه باقي القول: على قدر أهل الكرم. مبروك مبروك منتخبنا. وصلنا بكم مشاهدينا الأحبة للختام، وفيه نشكركم على طيب متابعتكم لعناوين، نسعد بكل تأكيد بملاحظاتكم، ونتمنى لكم دائما وأبدا قضاء أوقات ممتعة وسعيدة رفقة من تحبون. لكم مني ومن طاقم العمل أرق التحايا وأعذب المنى، دمتم بعافية، في أمان الله.